كنتم تتخذون الحيطة من البرد والصقيع عند زيارة جبال لبنان الطبيعية، فعند المرور إلى جانب هذه الجبال المستحدثة عليكم اتخاذ الحيطة من انبعاثاتها. يوم ذاك خشينا أن تكون هذه المساحات بصدد إعدادها لتصبح كوستا برافا 2، وبعد مرور شهر جلنا في أرجاء ما سماه رئيس بلدية النعمة وحارة النعمة الموقف المؤقت للنفايات. هنا على جانب الطريق العام الموازي لمدخل دوحة الحص من الجهة الغربية تتناوب الشاحنات التابعة لبلدية النعمة في رمي النفايات غير المفروزة في هذه الحفرة المستحدثة. على شاكلة هذا المشهد يستفيق أهالي دوحة الحص التابعة لبلدية النعمة وحارة النعمة يومياً، وهم سائم الوعود وانتظار الحلول. ما عرفنا كيف بلش هالمطمر، صار له شهر أكثر من شهر شوي، ما لقينا غير الزبالة أول شيء عم تتراكم بدوحة الحص، ما بطل يشيلوها السكلين، بلدية النعمة بطلت تشيل زبالة، صاروا يشيلون آخر شيء من الطرقات بالجرافة بلا ما يبقوا بالبراميل، البراميل انقلبت يعني كلياً. وحطوا فرض علينا مطمر 100 متر يعني تحت بيوتنا. صار في بديل لمطمر النعمة بمكان تاني يلي هو على بوابة دوحة الحوس، وهذا شيء أكيد نحن بنرفضه. ونهار السبت في دعوة للأهالي للتحرك. هنا يدخل السائق في المجهول وسط هذه الغيوم السود الناجمة عن حرق النفايات، في حين يدعي رئيس بلدية النعمة وحارة النعمة شرب المطر أنه يعمد إلى طمر النفايات بالتراب بدلاً من حرقها. موضوع الحرق هذه قصة انتهينا منها، قصة صارت من قبل ناس من دسين وحرقوا حتى النفايات هناك وعملت مشكلة كبيرة. نحن بهالوقت ادعينا على مجهول، نحن ضد خبرية الحرق نهائياً. نحن عملنا جورة إيه؟ نحن حقنا أن نكون عم نحمي حالنا من ناحية الكلفة، حقنا أن نكون عم نحمي حالنا لا سمح الله في حال ما صار في حل. شو بدنا نعمل؟ بكرة منبلش بقيمتهم إذا بلاقولنا محل حتى نقدر نحطه، خيفانين من المستقبل لا سمح الله أنه تطول هالأزمة أكتر وأكتر. هي شكوى مزدوجة، فالنعمة التي تحملت نفايات لبنان طوال 18 عاماً لا تجد اليوم ملاذاً لنفاياتها سوى هذه البقعة التي كانت سكة حديد سابقاً وتتحول اليوم إلى مطمر آخر للموت. جوال الحجموسة، قناة الجديد.